النهاردة بدأت امتحانات طلاب الثانوية العامة نظام حديث للعام الدراسي 2015-2016. الطلاب امتحنوا في مادتين، اللغة العربية والدين، من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 الظهر. 560 ألف طالب وطالبة بيخوضوا الامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية. للأسف زي ما قلت لحضراتكم، فشلت وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على سرية الامتحانات السنة دي. نقدر نقول ان النتيجة لغاية دلوقت 5-0، لان دي السنة الخامسة اللي بيتم فيها تسريب الامتحانات. مش بس كده، دي نتيجة النهاردة بس، وده اول يوم امتحان، 2-0 مع كارت احمر لامتحان التربية الدينية ككبش فدا، لان العربي صعب التضحية بيه. وزارة التربية والتعليم الفني حذرت الطلاب من حمل التليفون المحمول جوه اللجان، أكدت كمان أنها هتطبق عقوبة إلغاء الامتحان والحرمان من المادة على الطالب لو تم ضبطه بالتليفون المحمول. كمان هتطبق عقوبة الحبس على الطالب لو ثبت أنه لجأ لاستخدام التليفون في الغش الإلكتروني أو تصوير ورقة الأسئلة ونشرها. الوزارة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت كمان أنها مش هتتهاون في تطبيق القانون على أي حد بيحاول الإخلال بمنظومة الامتحانات.